الخميس 28 اكتوبر، اهلا وسهلا بكم متابعين على قناه 9. مرحبا بكم في موعد جديد من غوندي بونوف. واليوم او ليله الفريق اللي اثث معايا الموعد هذايا كل من عدنان بالحاج عمر، اهلا وسهلا بك. مساء النور. مرحبا لطفي العماري، اهلا بك ملاك. مساء النور رياض جراد، مساء الخيرات، مرحبا بكم جميعا. الليله ضيوفي على توالي باش يكونوا دكتوره من الله المسعدي، عضو اللجنه العلميه لمكافحه فيروس كورونا. اكيد نرجع على الاجراءات الجديده وعلى تطورات الوضع الوبائي في بلادنا، لكن ايضا في جزءنا الثاني نستقبل روضة العبيدي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ونرجع على التقرير السنوي للهيئة في جميع تفاصيله، والبداية بآخر الأخبار الوطنية. نبدأ بمخرجات المجلس الوزاري اللي كان انعقد اليوم، من أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال إشرافه على أعمال هذا المجلس على أن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي صار جاهزا لإصداره بعد التداول بشأنه في مجلس وزاري قادم. من بين المسائل التي سيتم التعرض إليها في هذا الاجتماع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي الذي كنت تحدثت عنه منذ سنة 2012. مشروع المرسوم جاهز، يمكن أن نتناوله بعض الجوانب منه، ولكن ستناوله بالدرس قبل إصداره في مجلس قادم إن شاء الله. نبدأ بالموضوع هذايا لطفي، هذايا اللي أكدوا مرة أخرى رئيس الجمهورية ماضي في مشروع الصلح الجزائي، ونذكر آخر مرة وقت اللي حكي عليه يقول اللي أكثر أو رجال الأعمال أكثر نهبا لثروات البلاد والمتورطين أكثر يمشيوا يستثمروا أو يعملوا مشاريع في المعتمديات الأكثر فقرا. هو قال توا معناها عاد التذكير بأنه هذا المشروع معناها تبناه وصاغه منذ 2012، اليوم احنا في 2021، جرى ماء كثير تحت الجسر كما يقول المثل الفرنسي. يعني في العشر سنوات هذه ما نعرفوش، ربما سيد الرئيس عنده المعطيات الكافيه، مؤكد انه ينطلق من يعني تقارير ماليه وقضائيه مؤكده ودقيقه، وواضح انه مصر على الذهاب في تطبيق المشروع نتاعو هذايا. معناها كما كنت انت توا تحكي وكما ذكر به هو في عديد المناسبات انه الاكثر نهبا واستيلاء على اموال المجموعه الوطنيه سيتولى انشاء مشروع او مشاريع في المعتمديه الاكثر فقرا. ونذكر قال الصلح مؤقت لطفي، الى خاطر تنجم تكون هناك اخلالات، دونك يتعهد اللي باش يقوم بالمشروع باصلاحها، سينو يتعرض العقوبات، ومن بعد نحكيو على الصلح النهائي. يعني شوف، أنا في رأي المتواضع في العشر سنوات هذوما برشا من القائمات اللي تحدث عليهم سيد رئيس الجمهورية، فيهم اللي سافر، فيهم اللي فلس، فيهم اللي دخل في مسارات قضائية وأصدرت للحاكم أحكامها في القضايا المتعلقة به، وفيهم بطبيعة الحال اللي عول على بعض الأحزاب ودخل معها في صفقات ربما تم بموجبها إما طمس الملفات هذه أو إرجائها. لكن خليني نقول ملاحظة اللي نحب نقولها في المسألة هذه، مفروض أن رئيس الدولة خاصة في 25 جويلية ذكر وقال من جملة مقال أنه اتخذ تلك الإجراءات لحماية الدولة من التفكك واستعادة هيبة ومكانة الدولة التونسية. أنا في اعتقادي ما دام عندنا دولة تونسية قائمة بمؤسساتها، في اعتقادي أنه هي اللي مفروض تتكفل باستخلاص المعاليم هذه، والدولة تعرف المعتمديات الأكثر فقرا، وهي تعرف كل معتمدية على حدة ما هي حاجياتها واحتياجاتها، هي التي تحدد هذه المعتمدية تحتاج إلى مستشفى، الأخرى تحتاج إلى معهد، الأخرى تحتاج إلى بوسطة ولا. أما كان مش نخليه بالطريقة هذه، معناها تخيل أنت رجل أعمال
تمت شيطنته متهم بالفساد وباش يمشي يستثمر في معتمدية، كيفاش باش تكون المقبولية الشعبية نتاعو غادي وفق أي مناخ استثماري باش يخدم هو وباش يستثمر. الإشكال أنه الدولة فشلت في ذلك لسنوات، شيء اللي خلى رئيس الجمهورية باش يمشي لإصدار المرسوم هذا. ينجم رئيس الدولة يشكل لجنة أو صندوق يتولى استخلاص الأموال هذه، ونفس الصندوق هو اللي يتولى برمجة المشاريع، خاصة أنه قائمات متاع المعتمديات الأكثر فقرا موجودة وتم معناها إحصائها من قبل المعهد الوطني للإحصاء في عديد المناسبات، وبالتالي نعرفها ونعرف حاجتها. مفروض أنه استعادة هيبة الدولة، وكذلك يعني استعادة دور التنمية، أولا في استخلاص حقوقها كدولة، ثانيا في أن هي اللي تبرمج المشاريع نظرا لمعرفة بحالة المعتمديات وبحاجة كل معتمدية على حدة. رئيس الجمهورية طرق أيضا خلال نفس الاجتماع إلى مشروع مرسوم متعلق باختصار أجل البت في تقارير دائرة المحاسبات المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. من النقاط أيضا الهامة، والمشروع جاهز، من النقاط الهامة والجوهرية والأساسية في هذا الظرف بالذات المشروع مرسوم يتعلق باختصار آجال البت في تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، وفي المستوى الجزائي على وجه الخصوص، إذ لا معنى لحكم يصدر بعد 10 سنوات بدون أي أثر، ويمكن أن يكون الأثر سياسي. أما بالنسبة إلى القوانين التي تم وضعها من قبل مجلس يمكن أن تلغى قائمات فيه، بطبيعة الحال الأمر يقتضي منا اليوم أن ننظر في اختصار الأجال، ويمكن أن هناك مشروع قانون تم مرسوم تم إعداده حتى لا تكون عملية ترتيب الآثار القانونية عن تقرير دائرة المحاسبات حتى لا تكون مجرد قضايا تصدر فيها الأحكام بعد عقود. المسألة هامة، ما زالت بعض القضايا منشورة إلى حد اليوم ولم يتم النظر فيها، علما وأن الأمر يتعلق بتقرير صادر عن محكمة المحاسبات وليس عن جهة غير رسمية، عن محكمة بالأرقام بالجهات التي مولت الحملات الانتخابية وبعدد من الذين ليس لهم مكان في المجلس النيابي، على القضاء أن يلعب دوره في هذه المسألة. عدن شنو ينجم يبدل المرسوم المتعلق باختصار أجل البت في تقارير دائرة المحاسبات اللي وصفها رئيس الجمهورية بأنها أخذت أكثر من وقتها وضيعنا فيها برشا وقت، وتوا يلزمنا نعاودوا ناخذ الأمور ورجعوها لنصابها، لأنه نحكيه على انتخابات تشريعية ورئاسية راهي من سنة 2019، من سنة احنا توا في 2021. يبدل كل شيء. اختصار الأجيال بتاع محكمة المحاسبات باش ما عادش تقعد عام باش ترصد الأخطاء، وعام باش تحضر تقرير، وعام آخر باش تعدي معناها تتفاعل وتسأل وتجيب وجاوبوها ودرشوها وتعدى معناها العهدة كاملة، وبعد نفيقوا اللي النائب الفلاني أو الفلتاني معناها ما حقوش كان موجود في الواحد. معناها مهمة هذه، أنا كنت أسمح نزيد نقطتين بعجالة. هذه النقطة إيجابية، بالعكس أنا أعتبر أن في مجلس الوزراء نتاع اليوم النقطة الإيجابية هي هذه، معناها اختصار الأجال معناها في بالنسبة لمحكمة المحاسبات، بالنسبة للعهدات الانتخابية، بالنسبة للانتخابات التشريعية. لكن فما زوز نقاط أخرين، واحدة نعتبر أنها يجب اتخاذ كامل الحذر فيها،
وممكن حتى لطفي هكا تناولها بعض الشيء. نقطة هذه القوانين هذوما القوانين راهو لابد أن يقع معناها حبكم بطريقة معناها بعمق وبتدارس وكذا. هي القانون في الأول يبدأ فكرة أو مبدأ أو أهداف أو فكرة أو مبدأ وأهداف، ولكن بعد لابد أنه يتدرس ويصير حوله استشارات، وبالخصوص استشارات الخبراء حتى القانون يكون خلي أنا القانون باش يعيش سنوات وفي بعض الأحيان عقود، ولابد أن يكون ما يكونش فيه خلل معناها هيكلي وخلل كبير نقعد كل مرة نرجع للقوانين ونلقاهم مش واحد. النقطة الأخيرة اللي أنا نخاف من أثارها سلبية هي دعوة المواطنين الصادقين إلى تطهير البلاد من كل عبث بمقدرات الدولة والشعب كما جاء على لسان السيد الرئيس. هذه أنا أضع فيها استفهامات عديدة. دعوة المواطنين إلى تطهير البلاد حقيقة أنا مناصر لدولة القانون والمؤسسات، ولا أفهم كيف تقع دعوة المواطنين لتطهير البلاد. به رياض، شنو ننتظر توا بعد المرسوم هذايا؟ شنو اللي منتظر؟ هل تطبيقه سهل مسألة اختصار الأجال وإحنا اللي خذينا سنين وإحنا نستناو في تطبيق ما ورد في هذا التقرير؟ هل يوما نجم نلقاو رواحنا قدام أحكام ستطبق، قدام إلغاء ربما قائمات بأسرها؟ شنو يبدل؟ بطبيعة الحال باش يبدل برشا، وقد لمح لذلك معناها رئيس الجمهورية اليوم في المجلس الوزاري بأنه يعني اختصار أو التسريع في ترتيب الأجال في ترتيب الأثار القانونية لتقرير محكمة المحاسبات باش يبدل برشا وباش ينحي شرعية ومشروعية زائفة على الكثير من النواب اللي كانوا في مجلس نواب الشعب، وربما تسقط قائمات بأكملها لأحزاب بعينها، لأننا نحن نعرف جيدا أنه خاصة حركة النهضة وحزب قلب تونس هما اللي انتفعوا بالمال الأجنبي، وهما اللي عملوا اللوبينج في الخارج، وهو ما يجرمه القانون التونسي. في علاقة أيضا بنقطة الصلح الجزائي لو تسمح ملاك، يعني أنا في الحقيقة نشوف أنه رئيس الجمهورية قدم عرضا عادلا للأشخاص الذين نهبوا المال العام، والحقيقة هذه فرصة باش يتسكر دوسي هذا مرة وإلى الأبد باش ما يبقى حتى رجل أعمال أخطأ أو أجرم في وقت من الأوقات ضحية لابتزاز أي حزب سياسي، وهذا شفناه يعني، وهذا معلوم. كيفاش نحدوا من الناس هذوما؟ في علاقة بالإشكال تغيرت وضعياتهم وحالاتهم. وأنا لا أعتقد أنه مصالح الدولة التونسية والسيد رئيس الجمهورية ما عندوش اليوم قائمة محينة في هؤلاء الأشخاص، لأنه إحنا تقريبا اليوم رو عنا فكرة عامة وعنا خطوط عريضة على مشروع المرسوم هذا، ولكن أكيد بتبيع كي باش ينزل المرسوم تو نشوفوا كل التفاصيل نتاعو. رئيس الجمهورية أيضا يأذن لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. نحن دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ، وأطلب من القضاة الشرفاء النزهاء ألا يترددوا في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أي كان، مهما كان منصبه ومهما كبر حجم أمواله. المواطنون والمتقاضون كلهم سواء أمام القانون، لا فضل لأحد على أحد، ولا وجود الامتياز أو لحصانة يتخفى وراءها من يتخفى. به لطفي، مهم جدا الكلام هذا. رئيس الدولة يعود مرة أخرى لإثارة مسألة القضاء وتطهير القضاء، والناس كل سواسية أمام القضاء، لكن ماذا يعني أنه يأذن لوزيرة العدل بإعداد مشروع المرة ذي يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء؟ شنو شي بدل؟ فعلا أنا حبيت نقول كلمة بركة، وقت رئيس دولة يتحدث على القضاء ودور القضاء باعتبار القاعدة اللي تقول أنه العدل أساس العمران، احنا من نجم وكان نحييه
التوجه هذا. أما أنا ندعو المواطنين الصادقين إلى تطهير البلاد، هنا كيفاش تم عملية فرز المواطن الصادق من المواطن مش صادق؟ خاف لنمشوا المتاهات مشات لها الدول الأخرى، ولقينا الشعوب تحولت إلى ميليشيات متاع أقمصة زرقاء وأقمصة سوداء في العراق وفي غيرها، وانتهت إلى احتراب أهلي. فبالعكس احنا نرجع ديما ونساند رئيس الدولة وقت اللي يحب يفعل دور القضاء ويعول على القضاة الشرفاء ويخليهم هما الفيصل. شوف في معارك نتاع محاربة الفساد في العالم أجمع، رو البطل ما يبداش رئيس الجمهورية، يبدأ هو القاضي. اليوم أكبر قضية صايرة في لبنان البحث والتحقيق في مسألة التفجير نتاع ميناء بيروت، واللي مورطة فيه جهات سياسية كبيرة وكبيرة جدا. شكون البطل؟ هو القاضي طارق البيطار بالضبط. اللي اليوم الرجل معناها رجل المرحلة في لبنان. في إيطاليا وقت عملوا عملية الأيدي النظيفة مانيبوليتي، كان القاضي ديل بيترو هو الذي قاد هذه الحملة مع 5000 قاضي شريف. رئيس الدولة يعطي الخطوط العريضة التوجهات العامة للدولة بما فيها تركيزه على القضاء وتشجيع القضاة وخاصة تحريرهم من سيطرة التدخل الحزبي والسياسي واللي هيمنت على امتداد 10 سنوات وكرست يعني أبأس شيء صار في تونس اللي هو الإفلات من العقاب لامبونيتي. أنه رئيس الدولة يتوجه للسيدة وزيرة العدل ويطالبها بإعداد تصور آخر مختلف للمجلس أعلى للقضاء، بطبيعة الحال هذا توجه يعني بالنظر لأداء المجلس أعلى للقضاء من نجمه كان نحييه فقط بعد أن نطلع على الصيغة الجديدة اللي باش يكون عليها المجلس أعلى للقضاء. هي نوايا حسنة اليوم من السيد رئيس الدولة وكذلك من السيدة وزيرة العدل، لأنه المجلس هذا بصراحة إلى حد الآن على الأقل بالحصيلة في دولة يا ملاك لأول مرة ولعلها الدولة الوحيدة في العالم اللي وكيل الجمهورية تاعها ورئيس محكمة التعقيب يعني زوز القمم نتاع السلطة القضائية نلقاهم معناها تقريبا عليهم شبهات فساد وفي حالة إيقاف وربما في حالة عزل، هذا فقط عنوان على فشل المنظومة القضائية. وبالتالي المجلس أعلى القضاء اللي خرقته معناها الولاءات وتكون وفق عقلية المحاصة الحزبية واضح بالكاشف أنه انتهى إلى فشل ذريع، وهذا اللي ربما خلانا اليوم نتوقع إصلاح القضاء من جملة إصلاح القضاء إصلاح أهم مؤسسة فيه اللي هو المجلس أعلى الأعلى للقضاء. فقط باش نلخص زادة، المجلس الوزاري ما تطرقش لهذا فقط للمواضيع اللي ذكرتهم ثلاثة سلفين، لكن أيضا مسألة أملاك الدولة، تجديد المراقبة لمسالك التوزيع والتصدي لمظاهر الاحتكار، توقف أيضا على الوضع البيئي في ولاية صفاقس، لكن أيضا مسألة مهمة فيما يخص إعداد مشروع مرسوم يتعلق بعائلات الشهداء الثورة وجرحاها باش يتم عرضه على المجلس الوزاري القادم، ومسألة البذور اللي يعتبرها رئيس الدولة مقاوم من مقاومات سيادة الدولة. إذا كان عندكم تعقيب سينو نمر. يلا زوز نقاط مهمين يعني في علاقة بجرحى وشهداء الثورة وكذلك جرحى المؤسسة الأمنية والعسكرية. هذا تقريبا أيضا مشروع قانون وعد به يعني رئيس الجمهورية منذ فترة طويلة في إطار مؤسسة فداء لمتابعة يعني أوضاع عائلات وجرحى عائلات الشهداء والجرحى. ثم أيضا النقطة المتعلقة بمسألة البذور، احنا شفنا في الكثير من الأحيان الحديث عن البذور المسرطنة، كذلك البذور المعدلة جينيا اللي تأتينا من الخارج واللي ضرت برشا تونس وضرت برشا بالفلاحة التونسية، وهي فعلا مقاوم من مقاومات السيادة الغذائية التونسية. فقط حبيت ملاك نعقب على مسألة دعوة المواطنين لتطهير البلاد. وأنا أعتقد بالضبط المواطنين الصادقين لتطهير البلاد، وربطها وكان لاحظت يعني في المقطع ربطها بطبيعة حال أيضا بالقضاء. شوف تطهير البلاد من الفساد من الإرهاب من كذا، هذا تقريبا لا يختلف عليه اثنان، وهذا مطلب شعبي نسمعوه يعني آناء الليل وأطراف النهار من قبل المواطنين العاديين. أما إنه بعض الأبواق في بعض المنابر تلتقف
فقدت سي لوتف تلتقف فقدت هذه الجملة وتركز عليها وتتغاضى تماما وتتجاهل تماما بقية النقاط تتلقف بالضبط هذه الجملة وتنسى وتتجاهل وتتجاهل بقية النقاط فهذا الحقيقة عملا بوقوفا عند وين للمصلين فقط. علاش؟ لأنه راو كيف نقول وإحنا دعوة المواطنين لتطهير البلاد يلزم نتسألوا كيف بالتبليغ عن الفساد سيعدني في الكيف زادة المواطنين يلزمهم يساهموا في تطهير البلاد البلاغة في الدقة بالتبليغ عن الفساد لا ما هو كيف تحط تطهير البلاد كيف تحط أنت نفس البلاد تعرفش تشتعطي بالفرنسوية معناها هذا كلمة التطهير الكلمة التي أبولي وقع العدول عنها من القاموس السياسي بعد الحرب العالمية ما قطعتكش أنا كيف تحط الجملة ذيك اللي صدرت في نص البلاغ وتربطوا بمقطع الفيديو متاع رئيس الجمهورية تنجم تفهم المقصود والمغزى من تلك الجملة. بقى في علاقة باستعمال المعجم الحربي يلام كثيرا على رئيس الجمهورية أنه يستعمل المعجم الحربي. أنا مع أنه يستعمل المعجم الحربي لأننا نحن فعلا اليوم سي عدنان في حرب حقيقية. أخي اللي حارب الإرهاب منش في حرب، اللي حارب الفساد منش في حرب، اللي حارب المافيا منش في حرب. هو الرئيس بيدو والشعب هذا اللي يجسده اليوم في إرادته الشعبية الكلنا مقتنعين أنه إحنا فعلا في حرب تحرير وطني في معركة وطنية حاسمة. وهذه آخر كرتوشة للبلاد، خلي الناس تعرف في صورة ما إذا فشل هذا المسار ستكون الخيبة والنكسة. عندي سؤال أنا لطفي بربي باش نرجع أولاً نخوضوها بالقوانين نخوضوها بالقضاء الشريف ونخوضوها بالمؤسسات لأنه زاد الشعب التونسي عنده 10 سنوات وهو في حرب وفي النهاية كانت النتيجة هكما تراو حالة البلاد اليوم. لكن فما حاجة أخرى إيجابية في كلام رئيس الدولة أنا في اعتقادي مفروض أن توقفنا ونقوله فيها حتى معناها كلمتين أنه الدعوة إلى التدقيق في القروض وفي الهبات التي حصلت عليها تونس في 10 سنوات هذا فعلا ملف حارق لا بد من فتحه معناها بدقة وبوضوح وبصرامة. تعرف في 2015 يقوم ويليام بيرنز أليبوك كان وقتها كاتب الدولة وزارة الخارجية. تعرف اليوم شعمل ويليام بيرنز في أمريكا هو تقريبا رئيس مخابرات الأمريكية ويتساءل بدوره هذا في 2015 عدنان يقول احنا مستغربين وين مشيت الهبات خاصة التي تدفقت على تونس في 5 سنوات هذوك وإحنا نحكيه على 2015. ثم تم طرح هذا الملف من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل وتكونت لجنة صلبة البرلمان للبحث والتدقيق في هذه الهبات لكن جهات نافذة داخل البرلمان هي التي اعترضت على أشغال هذه اللجنة وطمس الموضوع وقبر الملف اليوم أنه نرجع ونحل هذا أخطر ملف تقريبا في تونس في 10 سنوات هذوما وين مشات الهبات وين مشات القروض لا نتهم أحد وإنما نطالب بالتدقيق وتوضيح المسألة. في نقطة أخيرة ونمر الموضوع واحد آخر عدنان وقت اللي نشوف رئيس الدولة يأذن لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء توا في التوقيت هذايا تكتيكيا ما تشوفش أنه ربما ينجم يكون أخطأ رئيس الجمهورية خطر تنجم سويتاسات تصير تكتلات تصير تحركات احتجاجات داخل السلك القضائي استباقا للمشروع هذايا يتم رفضه وجوست في البريود اللي باش تسبق تقديم مشروع مشروع القانون هذا اللي متعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هذا وارد أم لا؟ أنا لا أظن لأني أعتبر أن في سلك القضاء أغلبية معناها هي نفسها تحب القضاء هذا يفض إشكالياته ويخدم ويولي قضاء عادل وقضاء عنده فيه ثقة الشعب والدولة والناس كل عندها فيه ثقة وحتى نمر يلزم الدمارة تتفقع. أنا رأيي الخاص والمتواضع هو أن دمارة القضاء لابد أن يقع معناها فقحة بطريقة معناها سريعة وبصفة جدية حتى نمر إلى ما بعد. لكن بالليل نحب نعمل ملاحظة صغيرة 10 ثواني أنا ما ريتش رئيس الحكومة هذا مجلس وزراء رئيس الحكومة هل ستتكلم؟ متى ستتكلم رئيس الحكومة؟ هي خرجت السعودية وجيت ما تكلمتش تكلم في مكانها السيد وزير الخارجية اليوم مجلس وزراء وهي رئيسة الوزراء هي رئيسة الحكومة المتكونة من وزراء لابد أن نبدأ نسمع وزيرة الوزراء
رئيسة الحكومة تتكلم بعد مجلس الوزراء. لطفي باش نرجع لنفس السؤال اللي طرحته لعدنان، ما تشوفش انه ثم بروبابيليتي اليوم انه تصير ربما تحركات سابقة لتقديم مشروع القرار هذايا او القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي الخوف كل الخوف انه يتعطل ويصير شلل في المرفق القضائي؟ المخاوف جائزة بالنظر لمثلا المواقف الأخيرة للسيد يوسف بوزاخر، ونعرفوه كانت له لقاءات مع رئيس الدولة، وفي كل لقاء رئيس الدولة كان بلهجة حادة يدعوه إلى تطهير القضاء، ثم سمعنا أنه السيد يوسف بوزاخر معناها بدأ يغير حتى في لهجته وهو يتحدث عن مسألة تطهير القضاء، ويقول أن المسألة هذه لابد أن تبقى داخل عائلة المرفق القضائي وأن لا تكون مملات من الخارج. بطبيعة الحال احنا التخوفات كلها جائزة، لكن زاد مش من حقنا أنه نقرأ النوايا قراءة معناها سيئة. نحن نتحدث عن وزيرة العدل وهي في نفس الوقت قاضية، وبالتالي للقضاء من الهياكل معناها ما يجعل أنه قادر على هو بيده يكون شريك في صياغة البديل هذا المرتقب للمجلس على القضاء، مجلس على القضاء بعد هذه النقابة النقابة الجمعية وغيرها وكورة، معناها كل يكون عندهم كلمة بطبيعة في التصور هذا. المسألة تهم القضاة ولا تهم معناها غيرهم؟ الرئيس الدولة من حقه أنه يأذن بالمراجعة لما هو أفضل طبعا، لكن تبقى في النهاية المسألة هذه بيد السادة القضاة اللي هما يحكيوا على حاجة متاعهم، يحكيوا على مرفقهم. ثم فرضية أنه ربما نشوفوا إضراب من القضاة على المسألة هذه؟ إن شاء الله لا، ما نحط في كل فرضيات وسيناريوهات اليوم نقراوها احنا لوجهة النظر هذه وردة فعل الطرف الآخر أيضا. المشكل تو الكبير اللي المآخذ معناها المجتمع السياسي في تونس والجمعيات على رئيس الدولة هي مسألة تحديد السقف الزمني لإجراءات استثنائية والتشاركية في صياغة المناويل السياسية وحتى التنقيحات اللي بتصير في المجال الانتخابي. مؤكد أنه زاد القضاء وما أدراك ما القضاء، مؤكد أنه القضاة يلزم يكون عندهم رأي وإسهام في التصور الجديد للمجلس، لأنه المجلس هذا بيده الانتقادات الموجهة ليه جاية زاد من داخل العائلة القضائية نفسها. بطبيعة الحال معناها جينا شكون من داخل العائلة القضائية روضة العبيدي وناخذوا رأيها في المسألة هذه. برشا أخبار لطفي نعرف خذينا تقريبا نص ساعة الأولى للمسألة اكزاكتومون، دونك خلطناها في الأخر لأنها في آخر وقت دقائق قبل كلمتين. أنا نقول أول مرة سيد الرئيس يحكي في الاقتصادي وفي الاجتماعي، هذا هام وهام جدا، بدأ ينتبه إلى حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس وحطه في أولوية أولويات المجلس، وختمها بكلمة وقت اللي قال نحن لا نبحث عن التعاطف نبحث عن الاحترام، بل أننا نفضل الاحترام على التعاطف. هذا هام وهام جدا، لكن كيف ترجمته في الواقع أمام الصعوبات المالية خاصة الكبيرة والكبيرة ياسر وشكل من أشكال العزلة الدولية، هذا ما ننتظر في قادم الأيام. ما زلنا مواصلين معاكم، ما زلنا مواصلين في أخبارنا، قبل ذلك فاصل ثم نعود.